إذاعة سلطنة عمان تقدم طبعا بديت القراءة لما كنت صغير. والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ. لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب. إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه، يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان. نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة. يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة، لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر. في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها. لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل. القارئ الصغير، القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة، العاشقة للقراءة. يحاول القراء الصغار ويتصفح كتبهم سليمان بن علي المعمري. القارئ الصغير. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء اليومي مع القراء الصغار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب محمد بن زهران نبهاني، عمري 9 سنوات، في مدرسة واحد الفكر للتعليم الأساسي بنزوة. محمد يهوى القراءة والفروسية، ويهوى أيضا الكاراتيه، وحصل على الجائزة الشهرية لأحسن لاعب في أكاديمية نزوة في الكاراتيه، ويتمنى أن يصبح طيارة. مرحبا محمد. مرحبا. كيف حالك؟ الحمد لله. أنت ما شاء الله يعني سيرتك الذاتية مليئة بالمواهب، فروسية وقراءة وكاراتية، وبنتكلم عنهن كلهن إن شاء الله. إن شاء الله. خلينا نبدأ بالقراءة. أنت طبعا مشارك في مسابقة تحدي القراءة، صحيح؟ نعم. هذه المعروف طبعا أنك لازم تحفظ أو تقرأ 50 كتاب. وصلت 50 كتاب؟ تبقى لي 5 كتب. يعني الآن أنت 45 كتاب. نعم. وإن شاء الله بتكملهن في الفترة القادمة. نعم. إيش نوعية الكتب اللي قرأتها؟ قرأت كتابين، الكتاب الأول عن الطائرة والطيران. هذا الكتاب قرأته لأني أريد أن أزيد معلومات كثيرة عن الطائرات، واللي أصبح طيار أكون أعرف كل شيء لما أدخل. إذن أنت أمنيتك أنك تصبح طيار. نعم. بدينا بالأمنية إذن في هذه الحلقة. ليش أمنيتك تصبح طيار؟ لأني بإمكاني هذا الطيران وكسب معلومات كثيرة عن الطيران والطائرات، وهذا شيء جيد جدا للعقل. جميل. وحد من أهلك طيار؟ لا. بس أنت تتمنى تصبح طيار؟ نعم. ممتاز. ما تتمنى تصبح لاعب كاراتيه؟ خلينا نتكلم عن الكاراتيه. انت بعد انهيت اختبار الحزام الابيض والحزام الاصفر بنجاح، والحين تحمل الحزام البرتقالي، صحيح؟ متى بدت هواية الكاراتيه؟ بدت تقريبا سنة 2016. دخلت وشاركت، والمدربين ما شاء الله كانوا واجد مدربين يعني حلوين. وكانت هواية الكاراتيه هواية ممتازة جدا. وتتدرب في نزوة ولا أماكن أخرى؟ في نزوة. ما شاركت في أي دورات في مسقط؟ شاركت في نادي مسقط. وفزت بالميدالية البرونزية بالمركز الثالث. جميل. في الكاراتيه. جميل. وكيف بالنسبة للجائزة اللي تكلمنا عنها في المقدمة، انك فزت بجائزة شهرية كأحسن لاعب في أكاديمية الكاراتيه بنزوة؟ هذه الجائزة تعني بأن اللاعب لا يتغيب عن الحصص ويحضر كل حصة ومنتبه لشرح المدرب. جميل. وانت منتبه لشرح المدرب؟ نعم. والكاراتيه يعني
يخليك الحين كل حركات الكاراتيه حفظتها وتعرف تعملها؟ ممكن تعملها لي في الاستوديو؟ يعني حتى لو عملتها عموما المستمعين ما يشوفوها، لكن انت ما شاء الله عليك يعني رائع وموهوب، وايضا غير الكاراتيه ايضا عندك موهبه الفروسيه صحيح؟ نعم. ليش تعد بعد تحب الفروسيه؟ ان الفروسيه تتحدث عن الخيل، واريد معلومات كثيره عن تكون للخيل. والخيل هو حيوان جميل جدا. حيوان جميل. انت بعد انهيت دوره للفروسيه بنجاح في اكاديميه البيان للفروسيه بنزوه صحيح؟ نعم. ايش في هذه الدوره؟ ايش علموك؟ علموني كيف اركض بالحصان. هناك ركضات مثل التروت والكنتر. وعلموني كيف اركب السرك في الخيل واللقام. والغرضه. ويعني تحب انت تشوف سباقات الخيول هذه؟ نعم. تتابع في التلفزيون؟ نعم. ايش يعجبك من الخيل او الخيول؟ احسن خيل عندي هو خيل جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه لنا حفظه الله ورعاه. هو خيله ميسور، فاز بسباقات خارج سلطنة عمان. صحيح، في مسابقات دولية ايضا وعالمية صحيح؟ نعم. ممتاز، انت رائع يا محمد. نعود إلى القصص. إيش أول كتب اللي تقرأها يعني غير القصص؟ إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها؟ أقرأ عن السيرة النبوية. وأفضل قصة قرأتها من قصص الأنبياء هي قصة سيدنا يوسف عليه السلام. عليه السلام، هذا حبيتها أكثر من غيرها؟ نعم. ليش؟ لأنها بدأت بحلم وانتهت بحلم تحقق. في البداية حلم بأن 11 كوكبا يسجد له، والشمس والقمر. والحلم ذاك يعني أنه 11 كوكبا هم أخوان 11، والشمس والقمر أمه وأبيه. ممتاز، وانتهى طبعا بتحقق الحلم. نعم. ممتاز، انت رائع يا محمد. وإيش بعد من الكتب غير كتب السيرة النبوية؟ قصة كتب عن الحيوانات، وهي الحيوانات في خدمة الإنسان. هذه القصة الكتاب يتحدث عن إنه كيف الحيوان يخدم الإنسان، مثل الكلب يخدم الإنسان بأنه يرعى الأغنام أو يحرس البيت أو يصطاد الأغنام أو الحيوانات. ممتاز ممتاز. وإيش بعد من قصص الأنبياء غير نبي يوسف؟ قصة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وقرأتها كامل؟ نعم. إيش عجبك في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ عن الهجرة. عن الهجرة. كيف هاجر مع صديقه أبو بكر الصديق. وكيف ترك علي بن أبي طالب. لقد فكر قليلا وقال أنا سأطلع في الصباح باكرا. والله جعل الكفار الذين يريدوا أن يقتلون محمد صلى الله عليه وسلم أن يناموا. وعندما نهض محمد صلى الله عليه وسلم نثر التراب في عيونهم وذهب يهاجر. وقال لهم لقد رأيت رجلا في السرير نائما. قالوا أيضا هو محمد صلى الله عليه وسلم. فرأوه علي بن أبي طالب علي كرم الله وجهه. ممتاز ممتاز يا محمد. أنت شاطر في دراسة؟ نعم. تذاكر دروسك أول بأول؟ نعم. إيش المواد اللي شاطر فيهن؟ الإنجليزي واللغة العربية والتربية الإسلامية. ممتاز، اللغة الإنجليزية شاطر فيها؟ نعم. تحفظ كلام بالإنجليزي؟ نعم. إيش؟ مثلا قرأت قصة عن الثعلب في الصندوق. كان الثعلب يشم ريحة كيكة وراح يشمها، ويوم شافها راح يتسلقها، فالجدة سكرت ريشة وطاح في الصندوق وما قدر يخرج منه. ما قدر يخرج. هذه قرأتها بالإنجليزي؟ نعم. تحفظها كيف كانت بالإنجليزي؟
من زمان، يمكن تقريبا صف ثاني قرأتها. اها، وتحفظ قصائد باللغة العربية؟ شوية، مثلا اللي حفظت شعر، نص الشعر حفظته في العيد الوطني في المسابقة عن قراءة الحديث، وتنشر في الفيسبوك ويرونها الحكام ويقرروا من الفائز. هم 7 فائزين فلم أفز منهم. أنت شاركت يعني؟ نعم. ممكن تسمعنا إياها هذه القصيدة؟ حب الوطن حب من نوع آخر، بل هو عشق أبدي، فهل تكفي العبارة أم الاثنين؟ هذا من تأليفك؟ ممتاز. إذا نسمعها من أول. حب الوطن حب من نوع آخر، بل هو عشق أبدي، فهل تكفي العبارة أم الاثنين؟ هذا بس بحافظ منها، ما حافظ منها هذا اللي حافظ منها. بس أنت رائع ما شاء الله، يعني عندك أنت ملكة التأليف. نعم. تحب تأليف الشعر ولا القصص؟ شوية. ممتاز ممتاز، أنت رائع يا محمد. وقلت لي إن أمنيتك أنك تصبح طيار. نعم. وإيش بتعمل عشان تعمل عشان تصبح طيار؟ أزيد بالقراءة لكي إذا احتجت معلومات أتذكر من قراءة الكتب كيف كانت المعلومات. رائع رائع يا محمد. في نهاية هذا الحوار الجميل معك، إذا كان عندك حكمة. حكمة: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. جميل، ممكن تشرحها؟ يعني إذا مثلا أحد سوى في أخوه أو ولد خاله شيء، مثلا حفر له حفرة. حلو، ولد خاله، هذه كأنها مقصودة. أيوة. حفر له حفرة عشان يطيح فيها، بإمكانه هو ينسى في الصباح ويروح يطيح فيها. صحيح، أنت رائع يا محمد، وأنا استمتعت بالحوار معك. محمد بن زهران بن محمد النبهاني، البالغ من العمر 9 سنوات، التلميذ بمدرسة واحة الفكر للتعليم الأساسي بنزوة. شكرا جزيلا لك. عفوا. القارئ الصغير، القارئ الصغير، مع تحيات سليمان المعمري، القارئ الصغير.